إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج الوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات دوام لله عز وجل. أول حاجة غادي نقولوا تعازينا الحارة لأسرة هاد الشاب ذو 20 سنة، اللي على حساب المعلومات الأولية اللي متوفرين عليها كتقول بأنه شاب في عمره 20 سنة كيعاني من اضطرابات نفسية، رمى نفسه من الطابق الرابع في شارع الهرويين، رمى راسه من الطابق الرابع في شارع الهرويين، الشيء اللي خلاه انه غادرنا الى دار البقاء. دوم لله عز وجل، تعازينا الحاره لكل العائله ديالو والاهل ديالو الاحباب ديالو الناس اللي كيعرفوه. حاليا الاسره في حاله صدمه وذهول، الاسره في حاله صدمه وذهول على هذا المصاب جلل اللي من خلاله فقدوا شخص او فرد من افراد ديال العائله. انا لله وانا اليه راجعون طبيعة الحال. توم لله لاحظوا معايا العائله كلها كلها العائله كلها واقفه هنا، كلشي العائله الحومه كلشي واقف هنا. دوام لله عز وجل، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. اذا كما قلت على حسب المعلومات اللي متوفره حاليا واللي كتكلم على انه هذا الشاب كان كيعاني من اضطرابات نفسيه، السن ديالو ما كيتجاوزش 20 سنه، وضع حد الحياة ديالو. فالدوام لله عز وجل، نتمنى الله سبحانه وتعالى يتغمدوا بالرحمة ديالو ويجعلوه من الصديقين والشهداء الصادقين. العائلة في حالة صدمة، يعني بكل صراحة واحد هيستيريا أمام المستشفى. كما قلت اختي فاطمة الياس، راني قلت لكم اختي اش واقع، واحد الشاب وضع الحياة وضع حد الحياة ديالو اختي، راني قلتها اختي وكنعاود نقولها، غير انتبهي لما انتبهتيش ربما من اول. اختي فاطمة وقيلا انت لك مريحة ترونكيل، وقيلا اختي عادي عندك، كلشي عادي عندك، حنا راه وسط المدفع اختي.